الماتش بالنسبه لي افضل فريق لكل الخبرات اللي فاتت في تشيلسي. ايه ده؟ كان في ساري حديد هنا، ايه اللي شاله؟ المسافة كبرت. مش هينفع. هنقطع يا باشا. نقطة ايه؟ مش هينفع. أنا نازل تحت نهدى شوية كام يوم وبعدين نشوف هنعمل ايه. لا يا باشا مش هننزل. أنا هنقطعها. تنط مين يا ابن المجنونة؟ ده أكتر من 8 متر. نفذ الأمر. يلا كلنا هننزل. لا يا باشا، أنا هنقطع. إحنا ما جيناش كل ده عشان نرجع إيد ورا وإيد قدام. خطة ساتك هتتنفذ. وزي ما قلت لنا بالظبط. انا قلت لا، انا مش جايبكوا هنا عشان تموتوا. العمار بيد الله يا باشا، وحياه ابويا ما هرجع مهما حصل. ما تخافش عليا يا باشا، ما تخافش. انا المره دي مش هفشل، انا حاسس ان انا هنجح ان شاء الله. لا ابوس ايدك يا باشا، ما تحرمنيش من الفرصه دي. والله العظيم ثلاثه هجيبها، ثلاث ارباع النجاح الواحد بيحس بيه قبل ما يوصل له. قلت لك لا يا باشا. انا لما خسرت في الاولمبياد كنت عارف اني هخسر حتى قبل ما انط، انما المره دي هجيبها. والمصحف الشريف هتيجي. انا زمان يا باشا كنت محبط وقرفان ومش طايق حياتي، ما كانش عندي رغبه ان انا اعمل اي حاجه، انما انا دلوقتي حاسس ان انا انسان تاني. انا كنت ضايع يا باشا وانت خليتني الاقي نفسي. ابوس ايدك سيبني نط. اسمع كلام ناجي بيه يا حسين. لا يا هاني، حتى لو لغيت العمليه يا باشا، حتى لو كلكم نزلتوا تحت وسبتوني، انا هستنى هنا لوحدي وهجري ونط الناحيه التانيه. حسام انت اتجننت؟ لا يا ابراهيم ما اتجننتش، بالعكس انا عاقل جدا وعارف انا بقول ايه كويس. ولعلمك انا مش هنط النطه دي عشان خاطر الفلوس. انا كل اللي كنت عايزه من الفلوس اني اعمل عمليه ابويا، انما انا ما بحبش الفلوس. انا ثقتي في نفسي رجعت لي يا باشا، ودي بالنسبه لي هي نقطه الثقه. Thank you.
هاني. نعم يا باشا. انزلي تحت السنينة في الجراج. حاضر يا باشا. توامي ابعت لحسام الواير. يلا هوبا. ها يلا نط. الواير ده جامد يا باشا؟ لا. طب على خيرة الله. ما التهامي نط قدامك يلا. هوبا يا حسن. يلا زهر. مش هقدر مش هقدر. ايه؟ مش هقدر يا باشا. انا عندي فوبيا من الاماكن العاليه، انا لو بصيت تحت ممكن اموت. ما تخافش، انا هزقك وغمض عينيك. مش هينفع، عشان خاطري يا باشا، انا ممكن اعطل كل الكاميرات اللي جوه البنك، واشتغل كمان على الليزر، ممكن اخلص كل شغلي من هنا. طب وهنتقابل ازاي؟ هخلص شغلي وانزل استناكوا تحت معانا. انا ما بحبش القرارات المفاجئه دي. مش قرار والله العظيم يا باشا، عشان خاطري، عشان خاطري. طب اسمع. الموبايل ده بيني وبينك بس، خليه مفتوح على طول. ها؟ انا هنط النطه وانت هتفك الواير، والتهامي هيستلموا منك هناك، تخلص شغلك وتستنانا في الجراج تحت. ها؟ اوكي.